مرحبا، أنا بحب التصوير كتير. الكاميرا بالنسبة إلي شيء مميز جدا، لهذا السبب سوف نتحدث اليوم في حلقتنا عن الكاميرا. ولكن بعد الظهور يسعى الإنسان إلى حفظ صور حياته، فبدأت بالرسم في الكهوف، ثم الرسم على الجدران مثل المصريون القدماء، ثم بورتريهات من الشمع، إلى أن وصلنا أخيرا إلى اختراع الكاميرا. والكاميرا مثل أي اختراع آخر لها تاريخ طويل، فقد تطورت عبر العصور حتى وصلت إلينا على شكلها الحالي. فما هي قصة اختراع الكاميرا؟ نتابع بفقرة بدايات مضيئة. سنتحدث اليوم حول اختراع الكاميرا. هذه الأيام عندما تلتقط صورة بواسطة آلة التصوير وتحمض أو تنقل هذه الصورة بغاية السرعة إلى الكمبيوتر، من الصعب أن تصدق أنه قد مضت مئات من السنين التي استغرقتها التجارب قبل أن أصبح هذا العمل ممكنا. ولكي أعطيك فكرة عزيز المستمع عما حدث حتى أصبح هذا الفن كما تراه الآن، أود أن أقدم لك موجزاً في تاريخ التصوير الفوتوغرافي. في المدة الواقعة ما بين القرن الحادي عشر والقرن السادس عشر الميلادي، استطاع الإنسان اختراع الكاميرا المصغرة التي مكنته من رسم صورة على الورق يمكن تقصيها باليد لإعطاء رسم دقيق لبعض المناظر الطبيعية. ولكن هذه الكاميرا لم تأخذ صورة. وفي عام 1568 أضاف دانيالو باربارو بعض العدسات للكاميرا المصغرة ووضع فتحة لتحديد الصورة. وفي عام 1802 سجل توماس وود وهيمفري دافي بعض الصور السوداء وخيال الرسوم على بعض الورق المبطن، وذلك بواسطة الطبع بالتماس، ولكن الصور المطبوعة الناتجة لم تكن دائمة. وفي عام 1886 صنع جوزيف نيبس كاميرا فوتوغرافية بسيطة مؤلفة من صندوق جواهر وعدسة مأخوذة من أحد المجاهر أي الميكروسكوب، وقد استطاع عمل صورة بشكل مسودة أي سوداء وبيضاء ومقلوبة. وهكذا كان أول من وفي عام 1839 أعلن لويس داغوري نجاحه في عمل صورة مطبوعة على صفحة فضية، وقد قام أشخاص كثيرون بتحسين هذه العمليات في جميع أنحاء العالم، وذلك بمرور الزمن. وأخيرا وفي عام 1888 نزلت إلى السوق الكاميرا ذات الصندوق، واستعمل فيها نظام كوداك، وقد بيعت الكاميرا وهي مجهزة بفيلم يحتوي على 100 صورة، وكان عرض الصورة 6 سنتيمترات. تشبه عين الإنسان الكاميرا إلى حد بعيد، ولكن تكمن أهمية العين في جسم الإنسان في قدرتها على كشف الضوء وإرسال إشارات للدماغ بواسطة العصب البصري، وهكذا يصبح لدى الإنسان القدرة على إدراك الضوء والرؤية وتمييز ألوان الأشياء وعمقها، على الرغم من أن العين تعتبر من أصغر الأعضاء في الجسم، حيث يبلغ عرضها حوالي 2.5 سنتيمتر وطولها 2.25 سنتيمتر، إلى أنها تعتبر من أكثر الأعضاء تعقيداً. سنتعرف أكثر على عين الإنسان في فقرة علوم لنتابع معاً. العيون من أعظم نعم الخالق عز وجل علينا، ولعلك لا تدرك مدى التعقيد الذي تتمتع به العيون لكي تعمل بشكل صحيح، فتم خلقها بطريقة أعظم من أحدث الأجهزة الميكانيكية التي وجدت على الإطلاق. إليك مجموعة من الحقائق المذهلة عن العين ستتركك في ذهول تام. العين لا ترى سوى ثلاثة ألوان، الأحمر والأزرق والأخضر، وما الألوان الأخرى إلا مزيج من هذه الألوان.
الخلايا في عين الإنسان إحداهما على شكل قضيب والأخرى مخروطية الشكل. الخلايا التي على شكل قضيب تمكنك من رؤية الأشياء، والخلايا مخروطية الشكل تمكنك من رؤية الألوان. العضلات المتحكمة في العينين هي الأكثر نشاطاً في عضلات الجسم، وحجم العين واحد بوصة فقط، ويصل وزنها إلى 8 جرامات. أنت تقضي 10% من وقتك وأنت مستيقظاً مغلق العينين، وذلك بسبب الرمش باستمرار. الجدير بالذكر أن العين ترمش حوالي 17 مرة في الدقيقة، أي 14,280 مرة في اليوم، 5,200,000 مرة في السنة. عين النعامة أكبر من مخها. يمتلك النحل 5 أعين. الحبار العملاق يمتلك أعينا بحجم الكرة الطائرة. تنام الدلافين وإحدى عينيها مفتوحة. العيون الخضراء تعتبر نادرة للغاية، ف2% من الناس يمتلكون أعينا خضراء. دقة العين البشرية إذا كانت كاميرا توازي 576 مليون بكسل. يمكن لعينك التمييز بين 10 ملايين لون مختلف. العيون الزرقاء أكثر حساسية للضوء. نجح الباحثون في استخدام لعبة تيتريس في علاج العيون الكسولة لدى البالغين. جميع الأشخاص أصحاب العيون الزرقاء، البعض يرجح أصل لون عيونهم إلى رجل كان يعيش بالقرب من البحر الأسود منذ 10,000 عام. الأطفال حديثي الولادة لا يكون لهم دموع، فعلى الرغم من ارتفاع أصواتهم بالبكاء، إلا أن الدموع لا تبدأ في التدفق إلا بعد مرور من 3 إلى 4 أسابيع من الولادة. إن بؤبؤ عينك يتوسع بنسبة 45% حينما تنظر إلى الشخص الذي تحبه. قرنيات الإنسان تتشابه مع التي عند أسماك القرش، لذلك استخدمت كبديل في جراحة العين البشرية. كل عين تحتوي على حوالي 107 ملايين خلية، وكلها حساسة للضوء. واحد من أصل 12 ذكراً مصاب بعمى الألوان. في حين أن بصمة الإصبع لديها 40 خاصية فريدة، فإن قزحية العين لديها 256 خاصية، وهذا السبب وراء استخدام مسح شبكية العين على نحو متزايد لأغراض أمنية. السبب وراء قول الناس سأفعل هذا كغمضة العين لأن العين أسرع عضلة في الجسم. مدة بقاء رمش العين 5 أشهر قبل أن يسقط وينمو آخر جديد، ويبلغ طول الرموش التي تسقط طول العمر حوالي 98 قدما. شعوب المايا تعتقد بأن العيون المصابة بالحول أكثر جاذبية، وكانوا يحاولون إنجاب أطفال حول العينين. يستخدم القراصنة رقعة العين لجعل العين مدربة للضوء الساطع والأخرى للضوء الخافت، وليس لأن أغلبهم كانوا فاقدين لإحدى عينيهم كما هو شائع. لا يظهر لنا سوى سدس من مقلة العين البشرية. القرنية هي المكان الوحيد الذي يحتوي على أنسجة بدون دم. لا يمكن زراعة العين لأنها متصلة بالدماغ بأكثر من 2 مليون خلية عصبية. العين الحمراء تظهر في الصور بسبب ارتداد الضوء على الجزء الخلفي من العين، حيث يحتوي هذا الجزء على الكثير من الأوعية الدموية، مما يجعل العين تبدو لونها أحمر على فيلم الكاميرا. العين هي ثاني أكثر عضو في الإنسان تعقيدا بعد المخ.
الأسماك الذهبية لا تستطيع أبدا إغلاق أعينها لأنها بلا جفون. يمكن أن تحترق العين بالتعرض المباشر للشمس. بعض السحالي تفجر الدماء من عينيها كأسلوب دفاعي ضد الأعداء. لا يمكنك العطس وعينك مفتوحة. يولد معظم الرضع بعيون ذات لون أزرق أو رمادي، والذي يتغير خلال عام، وعادة يثبت لون العيون بعد سن السادسة، وفي حالات نادرة جدا يتغير لون عيون المراهقين. يمكن لعدوى نزلة البرد الانتقال عن طريق العيون. مقولة الجزر يقوي النظر ليست صحيحة، فلا يوجد أي دليل أن للجزر خواص تقوي النظر بشكل عام. هناك شائعة أخرى يقولها لك والداك دائما، تفيد بأن حول العينين سيجعلهما يعلقان مكانهما بشكل دائم، ولكن لا تخف، لن تبقى عينيك محولتين للأبد مهما قمت بعمل أشكال مضحكة. القطط لديها ثلاث جفون. عام 2014 أصيبت طالبة من تايوان بالعمى بعد أن ارتدت عدستها اللاصقة لمدة 6 أشهر، حيث أكلت الشوائب والحشرات المجهرية مقلع عينيها. أمن الممثل الكوميدي بين توربن على عينيه ضد الحول خلال تمثيله الفيلم الصامت الأحول مقابل 100,000 دولار. عالم عربي له الفضل في اختراع الكاميرا، والغرب أيضا يعترف بفضل هذا العالم. توصل العالم العربي إلى اختراع الكاميرا البدائية في كتابه المناظر، والتي كانت عبارة عن صندوق كبير به فتحة صغيرة تدخل إليها الصورة وتتثبت معكوسة على الجدران وأسماها القمرة. إنه العالم ابن الهيثم، نتعرف عليه في فقرة علماء غيروا وجه العالم. واحد من أهم العلماء العرب المسلمين وأحد أهم العلماء في تاريخ البشرية بصفة عامة، قدم إسهامات عديدة في مجالات الرياضيات والفلك والهندسة والطب والفلسفة وغيرها، ولكن يبقى إسهامه الأبرز في علوم الفيزياء والبصريات، إذ أن نظرياته وتطبيقاته في هذا المجال تعد هي الأساس للتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده عالمنا اليوم. فقد كانت نظرياته سببا في ظهور الكاميرا والتلسكوب وغيرها من الابتكارات والتقنيات، وما ترتب عليها من تقدم تقني واكتشافات علمية، بجانب أنه دأب على تصحيح المفاهيم المنتشرة في عهده الفلسفية والعلمية. هو أبو علي الحسن بن الحسن بن الهيثم، والمعروف باسمه المختصر الحسن بن الهيثم. اختلف المؤرخون حول أصوله وهل كان فارسي أم عربي الأصل، ولكن غالب الظن أنه يندرج من أصول عربية. ولد ابن الهيثم في العام الهجري 354 الموافق ل 965 بالتقويم الميلادي، وكان ذلك بمدينة البصرة بدولة العراق. وقد عاصر الحسن بن الهيثم بذلك العصر الإسلامي الذهبي، والذي يقصد به الفترة ما بين منتصف القرن الثامن وحتى القرن الخامس عشر الميلادي، حيث كانت الحضارة الإسلامية في تلك الفترة قد بلغت ذروة تقدمها وازدهارها. اشتهر الحسن بن الهيثم في شبابه بشغفه بالعلم وأعماله البحثية في مجالات البصريات والفلك والرياضيات والميكانيكا، هذا بجانب أنه كان نظرياته الهندسية وأطروحاته الفلسفية. كان ابن الهيثم عالما موسوعيا برع في كافة المجالات العلمية، وهذا زاد من شهرته وجعله مقربا من الطبقة الحاكمة، فكانت تفتح له أبواب مكتباتهم العملاقة فينال منها العلم ويزيد عليه. فترة إقامة الحسن بن الهيثم في مصر تشوبها كثير من المغالطات ومحاطة بالكثير بالغموض،
فالأمر الوحيد الثابت لدينا أنه أقام بمصر حتى عام 1038 من العام الميلادي، وأنه خلال تلك الفترة كان موضوعا تحت الإقامة الجبرية بمنزله. أما عن أصل القصة وسبب انتقاله إلى مصر، فتشير المصادر إلى رغبة ابن الهيثم في إجراء بعض الأبحاث على نهر النيل، وقال أن لديه من الأفكار ما قد يمكنه من جعله مفيدا في حالتي نقصه وفيضانه على السواء. سمع الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله ما قاله ابن الهيثم عن النيل فأرسل في طلبه، وحين جاء إلى مصر فشل مشروعه بسبب ضعف الإمكانيات آنذاك، فاشتد غضب الحاكم بأمر الله، ويقال أن الحسن ابن الهيثم ادعى الجنون ليفلت من العقاب، ولكن في النهاية انتهى به المطاف سجينا داخل منزله لعجزه عن الوفاء بوعده. لكن هنا تجدر بنا الإشارة إلى أن فكرة ابن الهيثم كانت تتمحور حول إقامة سد على مجرى النهر في أسوان بنفس الموقع المقام به السد العالي اليوم، وهو دليل على أنه كان سابقا لعصره وأن نظريته كانت صحيحة، لكن ضعف الإمكانيات حال دون تنفيذها على أرض الواقع. لم يتوقف الحسن بن الهيثم يوما واحدا عن البحث العلمي، حتى خلال تلك الفترة التي تم وضعه فيها تحت الإقامة الجبرية استغلها في تدوين بعض نظرياته وأطروحاته العلمية، بجانب أنه خلال فترة تواجده بمصر أكثر من التردد على جامع الأزهر، والذي كان بمثابة جامعات علمية ومنارة حضارية. في وقت لاحق حصل ابن الهيثم على حريته، وتشير بعض المصادر إلى أنه قد نجح في الفرار من محبسه، بينما بعض المصادر الأخرى تؤكد أن تم إطلاق سراحه بعد عفو الحاكم بأمر الله عنه، ليسافر ابن الهيثم بعد ذلك إلى الأندلس، والتي كانت آنذاك قد بلغت ذروة التقدم العلمي والحضاري، وقضى بها فترة طويلة خصصها بالكامل لتحقيق طموحاته العلمية. وبلغ الإنتاج العلمي لابن الهيثم ذروته بتلك الفترة ذروته، فقام بتدوين أكثر من نظرية كما كتب عددا كبيرا من الكتب بشتى المجالات، علاوة على قيامه بإجراء عدد غير محدود من التجارب العلمية. يصعب حصر إنجازات الحسن بن الهيثم، ولكن تبقى أبحاثه ودراساته في مجالي الضوء والبصريات هي الأهم والأبرز، فأبحاثه في هذا المجال مهدت الطريق نحو ظهور حقبة جديدة في مجال أبحاث البصريات سواء العلمية أو النظرية. ويعد كتاب المناظر للحسن ابن الهيثم حتى اليوم أهم المراجع العلمية الخاصة بعلم الفيزياء بصفة عامة وعلم البصريات على وجه الخصوص. الحسن بن الهيثم كان له العديد من المؤلفات، ووفقا لما أورده مؤرخ العصور الوسطى فإن عدد تلك المؤلفات تجاوز 200 مؤلف منوعة ما بين المقال والكتاب، وتتناول عددا كبيرا من الموضوعات والمجالات العلمية. لكن النسبة الأكبر من مؤلفات ابن الهيثم فقدت، ولم يصل إلينا إلا حوالي 50 كتابا فقط، أغلبها كانت نسخا مترجمة إلى اللاتينية. اهتم المؤرخون كثيرا بأبحاث الحسن بن الهيثم وإنجازاته العلمية غير المسبوقة، لكنهم لم يلتفتوا كثيرا إلى حياته الشخصية. لهذا فإن الثابت لدينا وما وصلنا من خلال الكتب المتناولة لسيرة ابن الهيثم وأعماله أنه توفي في 6 مارس 1040 ميلادية، وكان ذلك في العاصمة المصرية القاهرة التي عاد إليها في سنواته الأخيرة بعد وفاة الحاكم بأمر الله. ولكن لم يذكر أي مؤرخ سبب الوفاة، ولكن المرجح أنها كانت طبيعية، وأن حالته الصحية كانت قد تردت بصورة كبيرة بسبب تقدمه بالعمر، إذ أن ابن الهيثم قد توفي عن عمر يناهز 74 عاما تقريبا. تتكون المجموعة الشمسية من 8 كواكب يمكن رؤية 5 منها بالعين المجردة، بينما تكون كواكب عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل مرئية في أغلب أوقات السنة. يظل نبتون وأورانوس غير ظاهرين، وبالطبع فإن الكوكب الثامن في مجموعتنا الشمسية هو الأرض. سنتعرف أكثر على كوكب الزهرة في فقرة الفلكية الصغير. الزهرة 6 أكبر كواكب المجموعة الشمسية من حيث الحجم والكتلة وقربه إلى الأرض، وتبلغ مساحة سطح كوكب الزهرة 460 مليون كيلومتر مربع تقريباً،
ويتميز بجمال خاص، إذ يعد الأروع بين الأجرام الموجودة في السماء. اليوم نتعرف معا على المزيد من الحقائق عن هذا الكوكب البديع. عرف البشر الزهرة منذ عصور ما قبل التاريخ، فكان كوكب الزهرة أحد الكواكب الخمسة التي عرفت في العصور القديمة، إلى جانب عطارد والمريخ والمشتري وزحل. وتم رصد حركته ودراسته لعدة قرون قبل اختراع الأدوات الفلكية المتقدمة، ويعد البابليون أول من لاحظوا ظهوره منذ حوالي 3000 سنة قبل الميلاد، ويشار إليه أيضاً بشكل بارز في السجلات الفلكية للحضارات القديمة الأخرى، بما في ذلك حضارات الصين والحضارة الفرعونية. وقد عرف الزهرة لدى الحضارات القديمة بنجمة الصباح ونجمة المساء، واعتبرت العديد من الحضارات القديمة أن المشاهدتين الصباحية والمسائية للزهرة تعودان لجرمين مختلفين، وينسب تمييز نجمتي الصباح والمساء على أنهما جرم واحد إلى الفيلسوف الإغريقي فيثاغوروس، وذلك في القرن السادس قبل الميلاد، الذي اعتقد أن الزهرة يدور حول الأرض. كان الزهرة هاماً أيضاً لدى حضارة المايا، الذين أنشأوا رزنامة دينية، واعتمد جزء منها على حركة الزهرة لتحديد والتنبؤ بظواهر مثل الحرب. كما كان الزهرة هاماً لسكان أستراليا الأصليين، حيث كان يجتمع حشد منهم بعد غروب الشمس بانتظار ظهور الزهرة للتعبير عن اتصالهم بمن ماتوا من أحبتهم. أطلق اسم فينوس على كوكب الزهرة نسبة إلى الجمال والحب الروماني، أما في اللغة العربية فقد سماه العرب بهذا الاسم نظراً للونه، إذ أن الأزهر هو الأبيض المستنير، والزهرة تعني الحسن والبياض، وذلك لأنه ساطع. بما أننا نتحدث عن العين، ما رأيكم أن نتعرف على الحرف التاء 18 في لغتنا العربية؟ هل تعرفون ما هو هذا الحرف؟ إنه حرف العين. كيف يلفظ ويكتب؟ هذا ما سنعرفه بفقرة لغتي ما أحلاها. حرف العين هو الحرف 18 في الحروف العربية المتكونة من 28 حرفاً. هيا نرى معاً كيفية كتابة حرف العين. نكتب حرف العين بالطريقة التالية: هذا الشكل ثم نصف دائرة. كلمات تبدأ بحرف العين: ع عجوز، ع عصفور، ع عنب. كلمات في وسطها حرف العين: ماعز، شمعة، ثعبان. كلمات تنتهي بحرف العين: ضفدع، جذع، أصابع. للأسف وقت البرنامج انتهى وحان وقت الوداع، فإلى اللقاء في حلقة قادمة ومواضيع جديدة. إلى اللقاء.